من الشمال إلى الجنوب. أنا حتى كتبتها قلت أحلى حاجة إن أنا هشوف كل أرجاء مصر. ألف السبع عشرين محافظة. دي أجمل حاجة في الترشح لنقابة الأطباء. مين بيدعم حضرتك؟ بيدعمني شباب الأطباء وحاسين إن هو واحد منهم. جمال شعبان واحد مننا، واحد منهم تدرج في الهرم الوظيفي من طبيب بسيط في معهد القلب سنة 89 لغاية ما بيت عميد لمعهد القلب سنة 2018. عملت تجربة إنسانية التف حواليها الشباب الأطباء والمصريين كلهم. نفسي هذه التجربة يتم تعميمها على مصر كلها. اختفيت من 2000 من ساعة ما تم إقالة حضرتك من عمادة معهد القلب، وقدمت على إجازة لكن بشتغل في عيادتي الخاصة، وحسيت يمكن أن النقابة تبقى فرصة للعمل العام. ماتت والدتي منذ 5 أعوام، كنت بعتبر دي التي يكرمني الله من أجلها، فقلت لازم أدور على شيء يكرمني الله من أجله. فبدأت رحلتي مع العمل العام من 5 سنوات تقريبا. يمكن أنا بعتبر الفترة القصيرة بتاعت معهد القلب ده جزء من الرحلة. هذه الفترة في العمل العام كنت بعمل قوافل وندوات تدريبية، وبرضو أنا لفيت مصر دي كلها ورحت النوبة ورحت أسوان ورحت حتت بعيدة جدا وقرى بعيدة. يعني أنا رسالتي هي الإنسان، أتحدث إليه، أسمع منه، أطبطب عليه، بحب أن أنا أقرب من الناس قوي. ويمكن لقيت النقابة فرصة تانية أعود للإنسان. والواحد اللي هو بيخدم الناس ده بيبقى عنده إدمان خدمة الناس، يعني ما بيقدرش يقعد كده حتى لو على الرصيف هيخدم الناس. فأنا خادم لمصر وخادم للمصريين سواء على كرسي أو بدون كرسي. الكرسي يذهب ويبقى حب الناس. زعلت لما مشيت؟ ما زعلتش عشان نفسي، لأن جمال شعبان مش هيفرق معاه الكرسي كتير، لكن زعلت عشان في ناس غلابة كنت بقف جنبهم كتير قوي، وأتمنى أن أنا أرجع أخدمهم في أي موقع. لكن فوجئت بالقرار الإقالة، لأن كان في قمة التوهج وكان في التفاف غير عادي وكان مفاجئ، والصدمة للناس أكتر مني. أنا عارف أن هو تحديث الإعلام كله ترند في كل حتة، ترند في كل المواقع، وكان داخل مصر وبره مصر. يعني أنا كان واحد زميلي في بلجيكا مهاجر بقاله 15 سنة كنت بعمل لأخوه عملية، قال لي والله العظيم أنا بلف في 10 دول في شركة انترناشونال، ما فيش بلد رحت فيها في الوقت ده في الأسبوعين اللي هم أول مارس من 7 مارس لغاية 14 مارس إلا وحديث الجاليات العربية والمصرية عن جمال شعبان. لماذا أقيل جمال شعبان؟ مش مهم لماذا أقيل جمال شعبان، إحنا قلبنا هذه الصفحة. أنا تعودت أن أنا أبص لقدام على طول، واستفدت أن حب الناس ده أهم شيء في الدنيا وخدمة الغلابة. حتى أنا مرة كتبتها على الفيسبوك لما لقيت مظاهرات الحب، أي شيء بينك وبين ربك يا ابن شعبان، اللي هي دعوة مريض غلبان أم رضا الوالدة رحمه الله. ويبدو أن هما الاثنين دول اللي ساعدوا في إيجاد هذه الصورة والتفاف الناس بهذا الشكل، ما حصلتش لدكتور مصري. هل حضرتك رفضت تروح لقنوات معادية كانت عايزة تستغل هذا؟ كتير جدا. طبعا جزيرة والبي بي سي وقنوات أخرى غير مصرية طلب مني مرات عديدة، وصحف ومواقع وتسخين بقى يعني ليل نهار. تعالى تعالى تعالى. قلت لهم أنا لن أتاجر بقضيتي ولن أسمح لأحد يتاجر، وده جمال شعبان وكتبتها، إقالة جمال شعبان شأن داخلي، والناس اللي عايزين يصطادوا في المية الأكرة لو سمحتوا ابعدوا عني، لأن أنا مش هأتاجر بهذه القضية، ده شأن داخلي. لا، الجزيرة لما كلموا حضرتك قالوا لك إيه؟ والبي بي سي كانوا عايزين يعملوا لقاء وبتاع، ولماذا يطاح بالكفاءات ولماذا عهد السيسي يطاح بالكفاءات؟ قلت لهم مالكوش دعوة بالكلام ده. في تسخين تسخين تسخين. كنت في ناس كتير حاولوا يسخنوا فيا، الحمد لله ما بلعتش الطعم ولزمت بيتي وقفلت موبايلي معظم الوقت وانصرفت عن هذه التيارات اللي كانت عايزة، لأن أنا عارف إن ده مش حبا في مصر ولا حبا في جمال شعبان. هما بيدوروا على أي حاجة يعملوا منها بتاع يضربوا فيها وزعلوا جدا. يعني بعد ما كان أكتب مثلا بتاع لي 10,000 لايك بدأوا ينسحبوا ليه، لما قال ده مش هيتاجر بالقضية. كان الهدف المتاجرة، ما ادتهمش فرصة، ما ادتش فرصة. وأنا ما بحبش أستغل هذه الفرص، لأن أنا مش باكي. مصلحة البلد أهم من الشخص. أنا أول يوم وحضرتك جيت قابلتني بعدها بيومين قلت أنا عندي ملفين، قلوب الفقراء البسطاء وخدمة شباب الأطباء. أنا مش عايز أبقى مثلا منصب ولا أسعى إلى منصب، أنا كنت عايز أخدم. وأنا بدأت العمل العام من غير منصب، وكنت هعمل مؤسسة ابن مصر، وخدت الاسم بتاعها ابن مصر جمال شعبان للصحة والتربية وتنمية الإنسان، وأجلتها شوية لغاية ما نشوف ملف النقابة. ممكن الواحد يبطل تدخين؟ ده لازم يبطل تدخين، والتدخين